خير خير يا جار، شو صاير معك؟ ليش هيك بيتك مكسر؟ والله اتخانقت مع المرأة يا شيخ، من كلمة لكلمة كسرت البيت وراحت، وحلفت عليها يمين طلاق ما تروح لعند أهلها. اوف اوف اوف، من خليش حلف التمين طلاق، الله يصلحك ويهديك. هلأ كل واحد بده يتخانق مع مرته بيحلف يمين طلاق؟ يا اخي اتركها يعني بالبيت واطلع لبرا. استفزتني يا شيخ، استفزتني كتير، وانا كنت معصب كتير وجاي من الشغل تعبان، ما بعرف كيف طلعت معي الكلمة. وهلا يعني راحت عند اهلها، شو فتوى شيخي، بقع الطلاق ولا لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ابني إلا أنت هيك ملقت الطلاق، يعني صارت هلأ مرتك معاها الطلاق، هلأ إمتى ما بدها بتطلقك، لأنه هذا طلاق معلق مقرون بشرط. شو هو الشرط؟ إذا راحت على بيت أهلها فيقع الطلاق. يعني شو الفتوى شيخي؟ يا شيخ ان شاء الله ما في حل ابدا، ما في بنوب حل. ما في حل أبدا. وعلى الشافعي؟ ما في وعلى الحنفي؟ ما في والحنبلي شو بيقول شيخ؟ ما في أبدا أبدا أبدا. طيب يا شيخي، أنا بعرف شيخ رجع مرته لجارنا، وكان نفس الكلام مثل ما عم تقول. يا أخي الكريم، هي مذاهبنا الأربعة، غير هيك ما عندنا فتاوى يا أخي. معناها لازم أشوف وأتفحص لحالي إلا ما يكون في فتوى. مشكور شيخ، مشكور.